السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الأخبار يا شباب؟ رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس مهم جدا، اللي هو درس البروجكتايل وذ أنجل أو الموشن إن تو دايمنشن. بروجكتايل وذ أنجل، وطبعا ده يعتبر أبليكيشن على الإيكويشنز أوف موشن زي ما نشوف مع بعض. ركز كده مع بعض عشان الدرس ده عايز تركيز. هو يعتبر مش هاخد في حاجة جديدة، هو يعتبر ابليكيشن لحاجات كتير خدتها يعني في الدروس اللي فاتت. ابليكيشن على ال resultant vector، وابليكيشن برضو على الايكويشنز اوف موشن. طيب اولا بروجكتال وذ انجل يعني ايه؟ بروجكتال وذ انجل يعني مثلا عندك ارو بالشكل ده هترميه بانجل، انجل دي انجل ثيتا مع الهوريزونتال. اعمل انجل ثيتا مع الهوريزونتال، اي مقذوف بقى، ممكن يكون سهم، طوبه، مدفع يعني كانون بول او اللي هي البول بتاعت المدفع، كره المدفع، اي حاجه اتقذفت بالشكل ده، ده اسمه بروجكتال وذ انجل. طب الفيلوسيتي بتاعته هنا هسميها مثلا في اي. طيب هي الفيلوسيتي دي مش تعتبر فيكتور؟ طيب هريفيو كده بسرعه على حاجه كنا خدناها في درس السكيدول فيكتور وارجع اكمل عشان ايه تربط الدنيا ببعض. لو تفتكر في درس السكيدول فيكتور قلت مثلا لو انا عندي فورس اف بيبقى ليها كام كومبوننت؟ 2، اف اكس و اف واي، صح؟ تمام. اي فورس ليها تو كومبوننت اكس واي، والكلام ده ينطبق على اي فيكتور. اي فيكتور برضه ليه تو كومبوننت اكس واي. اي فيكتور يعني ايه؟ اي فيكتور يعني اي زي ديسبيسمنت، فيلوسيتي، اكسلريشن، برضه ليها تو كومبوننت اكس واي. وكنا بنجيب الاكس بنقول عليها ايه؟ لو انت عندك هنا انجل ثيتا كنت بقول اف اكس ايكوال اف كوساين ثيتا، ولو انت عايز تجيب الاف واي بقول عليها ايه؟ او بجيبها ازاي؟ اف واي ايكوال اف ساين ثيتا. دي القوانين احنا كنا خدناها في درس الفيكتور. ولو عايز الاف نفسها ومعاك الاف واي والاف اكس، يعني عايز الريزلتنت فورس نفسها، فبقول اف ايكوال ايه؟ سكوير روت اف اكس باور 2 بلس اف واي باور 2. تمام. طيب والانجل دي طبعا تجيبها من اي قانون من دول. طب لو انت معاك الاكس والاي بس، ممكن اجيبها ازاي؟ عن طريق التان، يبقى تان ثيتا ايكوال اف واي اوفر ايه؟ اف اكس. تمام، كل الكلام ده احنا خدناه. طب طبعا تقدر تعمل سكرين شوت للقوانين دي بحيث برضو ايه تبقى معاك. طبعا هي كده انت المفروض تبقى عارفها، بس يعني عشان تكمل الدرس تبقى عارف احنا بنتكلم عن نفس اللي انا قلته حالا هقوله هنا. انا برضو نفس الفكره، انا الفيلوسيتي دي فيكتور فليها تو كومبوننت. ليها كام كومبوننت يا شباب؟ 2. ليها كومبوننت اسمه اكس، فدي اسميها في اكس. ممكن اسميها طبعا ايه، او اسميها مش دي في اي، فدي في اي اكس. يعني ايه؟ يعني الهوريزونتال كومبوننت بتاع الانيشال ايه؟ فيلوسيتي. طيب وعندي كمان الواي كومبوننت، انا كده عندي تو كومبوننت اكس وواي، ماشي، دي اسميها في اي واي. طبعا مش السهم كده معناه ان السرعه عند النقطه دي، لا، يقصد بيها ايه؟ يقصد ده اتجاه الايه؟ الفيلوسيتي في الفيرتيكال كومبوننت. بس انا كده كده بتكلم عن ايه؟ عن الانيشال بوينت. يبقى دي الفي اي، دي الفي اي اكس، دي الفي اي واي. الفي اي اكس اجيبها ازاي؟ نفس اللي انا كنت لسه قايله حالا، اللي انا بعمل ايه؟ مش انا كنت قلت اف اكس ايكوال اف كوزان سيتا؟ طب ما في اي اكس ايكوال ايه؟ في اي اللي هي الاصليه، اللي انا بس ممكن اسميها انا ريزلتنت فيلوسيتي، في اي ايه؟ تايمز كوزاين ثيتا. ودي هسميها هوريزونتال كومبوننت. دي اسميها شباب ايه؟ اسميها horizontal component، ماشي. وال VIY هتساوي VI sin theta، ماشي. يعني دي بقصد بيها ال vertical component بتاع ال initial velocity، فدي اسمها ايه؟ ال vertical component، ماشي. يبقى انا كده يعتبر بتعامل مع سرعتين. ركز بقى معايا كده، يبقى انا فصلتهم، عملت لهم اناليسيس، تحليل.
هبقى عندي سرعتين، سرعة في الاتجاه x ليها قوانينها وسرعة في الاتجاه y ليها قوانينها. طب واحدة واحدة بقى كده. دلوقتي هسأل سؤال، أكنك معاك سرعتين، سرعة في الاتجاه ده وسرعة في الاتجاه ده، أنهي واحدة فيهم هتتأثر بالجرافيتي؟ واحد يقول لي اللي طالعة لفوق. ليه؟ عشان الجرافيتي اتجاهها لتحت، صح؟ ده الجرافيتي، أو بمعنى بقى ساينتفك اللي هي الجرافيتيشنال اكسلريشن، اللي هي الجي جرافيتيشنال اكسلريشن. طبعا دي تبقى ناتجة من الجرافيتي طبعا، بس مين أنهي كومبوننت اتجاهه عكس الجرافيتي؟ الواي، فده اللي هيتأثر بالجرافيتي. عشان كده لو جيت رميت حاجة لفوق بسرعتها بتبدأ تقل، فاللي هيتأثر عندي بالجرافيتي هو الواي كومبوننت، فكل ما اطلع لفوق هتلاقيه بيقل 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 لحد ما اوصل عند الماكسيم هايت، هتلاقيه وصل لايه؟ وصل للصفر. مين اللي هتلاقيه وصل للصفر؟ الواي كومبوننت. طب هل سرعة البروجكتال كلها توصل لصفر او هتبقى بصفر عند الماكسيم هايت؟ لا. يبقى هنا الفي واي ممكن اسميها في اف واي بقى، يعني الفاينل بوينت او الفاينل فيلوسيتي بتاعت الفيرتيكال كومبوننت هتكون بصفر عند الماكسيم هايت. حتى ممكن نجيب الكلام ده كده عملي، ممكن نعمل الكلام ده عملي. طبعا ده سايت اسمه فيت زي ما انتم شايفين كده، بيخلينا نبدا ايه يعني نفهم اكتر الفيزيكس. طبعا في ابلكيشنز على دروس كتير، ده من ضمن الابلكيشنز على درس البروجكتال ويف انجل. تعالى كده ما نشوف، انا هعمل الكومبوننتس بتاعتي دلوقتي، هعمل بروجكشن. لاحظين هبطئ السرعة شوية واخلي الانجل ايه، ملاحظين ان انا عندي هنا ايه؟ تو كومبوننت، صح؟ ملاحظين ان انا عندي هنا تو كومبوننت، ادي الاكس اهو وادي الواي. نركز كده وانا طالع لفوق ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ده عمال بيقل اهو، بص، لحد ما وصل عند الماكسيم هايت وصل لصفر، لكن الاكس كومبوننت ثابت زي ما هو ما اتغيرش. حتى لو تاخد بالك انا هنا لغيت الاير ريزيستنس، فطالما انت في المسائل بتاعتك الاير ريزيستنس نيجلكتد، وطبعا وده كل القوانين اللي انت يعني او يعني ده القانون اللي انت اللي عندك او المسائل اللي عندك كلها هيقول لك ان انت الاير ريزيستنس نيجلكتد، عشان يقول لك ان الاكس كومبوننت ثابت، لكن مين اللي بيأثر لتحت؟ الجرافيتي هتأثر على الواي كومبوننت، فهتلاقي الواي كومبوننت عند الماكسيم هايت هيطلع بصفر او هيبقى بصفر. فعشان كده انا لما جيت قلت ال VFY عند الماكسيم هايت بكام؟ بزيرو. لكن انت خدت بالك في الرسمه، ممكن نعيدها تاني اهو، هتلاقي ده الاكس كومبوننت ثابت ما بتغيرش، ده ثابت ما بتغيرش. طيب يعني انت عندك الهوريزونتال كومبوننت ده كونستانت، ده مالوش شباب، ده كونستانت ثابت، سرعه ثابته يونيفورم، يعني اطبق عليه قوانين اليونيفورم فيلوسيتي اللي هو في ايكوال ايه؟ دي على تي، ديسبيسمنت على التايم، صح؟ طيب او ممكن اقول يعني بدل ما اقول ديسبيسمنت هقول عليها هنا عشان برضو السيمبلز ما تتلخبطش معايا. انت هنا البروجكتايل هيبدا يتحرك 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 ويبدا ايه؟ طبعا انت قلت لي هنا هيبدا هيكمل، وده دليل على اللي انت عندك سرعه في الاتجاه ده اللي انا بسميها ال vx، فانت ممكن تقول عليها vfx عند الماكسيم هايت هتساوي ايه؟ هتساوي ال vix. يبقى ال vx هنا او الهوريزونتال كومبوننت ثابت ما بتغيرش، ثابت ما بتغيرش سواء عند الماكسيم هايت او عند اي نقطه عندك في الباث بتاعه. فيبدا ينزل 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 ينزل، وهيعمل هنا عندي حاجه اسمها رينج. المسافه الهوريزونتال ديستانس دي بسميها يا شباب، بسميها رينج، بسميها هوريزونتال رينج، بسميها ايه؟ بسميها رينج او هوريزونتال رينج، او الرمز بتاعها ار كابيتال، دي مسافه من هنا لهنا. فهنا الفي هقول عليها ايه؟ ايكوال ار اللي هي طبعا الديسبيسمنت بتاعتي اللي هي الهوريزونتال رينج على تي. طب اني تي بقى التايم الكلي اللي اخده من هنا لحد ما اوصل تاني ارجع الار دي تاني يعني، فده هرمز له برمز تي كابيتال. فالفي هنا الفي انهي بقى بتاعت الهوريزونتال كومبوننت؟ ممكن اجيبها من قانون تاني، في اي اكس ايكوال الهوريزونتال رينج كله على التوتال تايم تيكن تو ريتش ذا اوريجينال هوريزونتال بلين اجين، اللي انا خدته عشان اوصل لنفس الايه؟
الهوريزونتال بلين، المستوى الافقي بتاعي. فالتي ده بسميه فلايت تايم، احفظ كده الاسم ده، اسمه فلايت تايم، وقت الطيران. ليه؟ ده الزمن اللي انا خدته من اول ما سبت الارض لحد ما رجعت تاني. طيب ماشي. طيب التايم ده بيساوي ايه؟ بيساوي التايم اللي انا هاخده عشان اوصل للماكسيمم هايت مرموز لبرامج تي سمول، زائد التايم اللي باخده عشان انزل لتحت. طب ما انت عندك التي ده بيساوي التي ده، يبقى التايم الكلي بيساوي التايم ده، التايم السمول ده او التي سمول تايمز 2. يبقى التي كابيتال بيساوي 2 ملتبلاي التي سمول، التي سمول مقصود بيها ايه؟ التايم تيكن تو ريتش ماكسيمم هايت. تمام. طيب انا كده عرفت يعني ايه هوريزونتال كومبوننت وعن ايه هوريزونتال رينج. ار ده اسمه هوريزونتال رينج، فرق بينه وبين هوريزونتال كومبوننت. هوريزونتال رينج المسافه اللي خدها من الستارت بوينت لحد الاند بوينت في نفس البلين. فدي الار كابيتال ده اسميه هوريزونتال رينج. ماشي ماشي. طيب والزمن اللي باخده عشان اوصل للهوريزونتال رينج ده او عشان اقطع الهوريزونتال رينج بسميه فلايت تايم، اللي هو بيساوي التايم اللي انا خدته عشان اوصل لحد فوق الماكسيمم هايت بعمله تايمز 2. ليه؟ عشان التايم اللي باخده عشان اوصل لفوق ايكوال التايم اللي باخده عشان اوصل لايه؟ لنفس الايه؟ نفس البلين. طيب لحد هنا تمام. يبقى الفي اي اكس بجيبها من القانون ده او بجيبها من القانون ده، والقانون ده على فكره بيفيدنا بجيب منه الهوريزونتال رينج. يعني انا لو عايز الار لوحدها فالتي هتروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالتايمز، مش تحت بالديفايد، هتروح بالتايمز. يبقى الار بيساوي في اي اكس ملتبلاي تي هو الفلايت تايم. ماشي حلو قوي الكلام ده. ركز بقى هنا في حته مهمه قوي. دلوقتي قلت لي في عندي الفيرتيكال كومبوننت، وقلت لي يا مستر هو اللي بتاثر بالجرافيتي يعني عمال بيقل. طب مش احنا كنا خدنا في درس الايكويشنز اوف موشن، الايكويشنز اوف موشن بطبقها على اي بادي بيتحرك باكسلريشن طب هو مين اللي هيتاثر بالاكسلريشن؟ طب قلت لي الواي كومبوننت. فانا هطبق نفس الايكويشنز اوف موشن اللي انا خدتها، طبعا اكيد انت فاكرها، اللي هي ايه؟ في اف ايكوال في اي بلس جي تي، ودي ايكوال في اي تي بلس هاف جي تي بار 2، وتالت ايكويشن اللي هي 2 جي دي ايكوالز في اف بار 2 ماينس في اي بار 2. طب يا مستر هنا انت حاطط لي في اي وفي اف، هل تقصد بيها الفي دي؟ لا، الايكويشنز اوف موشن في الحاله دي بطبقها بس على الفيرتيكال كومبوننت. يبقى انا هزود بس هنا ايه؟ واي واي واي، طبعا عندي علامة ايكوال واي واي. ماشي دي كده علامة دي ايكويشن. ماشي يبقى انا طب هستفيد منها ايه؟ ان انا اجيب تايم. يعني مثلا كده كده انت عندك في جيفن مستخبي، ايه هو؟ الفي اف واي عند الماكسيمم هايت بزيرو، ده بزيرو. ممكن انت تجيب الفي اي واي، ماشي، او هو ممكن يكون مديهولك، والجي وتجيب التي، او تجيب الدي. هنا مقصود بها بايه بقى؟ الهايت، الماكسيمم هايت. عايز تخليها دي عايز تخليها اتش براحتك زي ما انت عايز. فالهايت ده بالنسبه لي هو الايه اللي هو في عندك في الايكويشنز اوف موشن كنت بتقول عليه دي. في الكتاب الخارجي طبعا كاتبه اتش، صح، مفيش مشكله، مش غلط. واصلا في الكتاب الخارجي كاتب لك، جايب لك القوانين دي قايل لك ان هنا تي ايكوال 2 تي ايكوال نيجاتيف 2 في اي واي على جي، اللي هو التي يقصد بيها تي كابيتال، اللي هو يقصد بيه الفلايت تايم، والاتش اللي هو لايت ايكوال نيجاتيف في اي سكوير، في اي واي سكوير على 2 جي. طب ما ده جه منين؟ ما دام الثيرد ايكويشن اوف موشن ازاي؟ ما انا برضو يعني انا مش عايزك تحفظ قوانين خلاص، عايز والله تشتغل بالايكويشنز اوف موشن اللي انا لسه كاتبها دي وتجيب بيها المسائل بتاعتك. ماشي، عايز تعرف ده جه منين؟ برضو هقول لك. ده كده جه من الفيرست ايكويشن. الفيرست ايكويشن بتقول لك ايه؟ في اف ايكوال في اي بلس جي تي. طيب لو حطيت هنا واي وهنا واي، انا قلت
القوانين دي بطبقها على الايه فيرتيكال كومبوننت بس. طب انت عند الماكسيم هايت الفي اف واي بكام؟ بزيرو، والفي اي واي معاك بفاليو، والجي هنا ايه بتبقى بالنيجاتيف، خليها ببوزيتيف دلوقتي. انت لما تيجي تعوض عنها في المسائل بتبقى ايه بالنيجاتيف، بس انا عايز ايه اخليها دلوقتي يعني اعملها في الايكويشن بتاعتي، او عايز اكتبها في صوره ايكويشن. يبقى الجي كده كده انت لما تيجي تعوض عنها بتبقى بالنيجاتيف لو انت طالع لفوق، بس هنا ايه طبعا هنحل مسائل مع بعض دلوقتي. انا عايز اكتب ايكويشن او عايز استنتج القانون ده. الفي اي واي هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف في اي واي بتساوي جي تي. عايز تي لوحدها، جي هنا بالتايمز هتروح بالديفايد، يبقى الجي هتروح بالديفايد. يبقى انت لو عايز تكتبها يبقى تي هتساوي نيجاتيف في اي واي على جي. ماشي. طب يا مستر ال2 دي جت منين؟ ما هو انت بقى ايه، ما انت لو عايز التي لوحده بيساوي نيجاتيف في اي واي على جي. عايز الفلايت تايم، عشان انت قلت الفلايت تايم بيساوي 2 تي سمول، يبقى هتحط ايه؟ يبقى هتحط هنا نيجاتيف 2، هتحط هنا 2 يعني بس. طب وده جيم الثيرد ايكويشن، ده كده جيم الثيرد ايكويشن. ازاي الثيرد ايكويشن بتقول لك ايه؟ 2 جي دي equals vf power 2 minus vi power 2 y y. انت عند انت عايز الهايت كله صح؟ عايز الماكسيمم هايت، الاتش او الدي ذا سيم هنا يعني. فالاتش او الدي هنا عايز تقول عليه اتش، عايز تقول عليه دي، مش تفرق، خلينا نكتبه اتش. ماشي. عندك الفي اف، اتفقنا الفي اف واي بكام؟ في اف واي بزيرو، فخلاص ده بزيرو. عايز الاتش، فال2 جي هتروح بالديفايد، تمام؟ يبقى نيجاتيف في اي واي سكوير ايكوال 2 جي اتش. طيب عايز الاتش لوحدها، ال2 جي هتروح بالديفايد، يبقى اتش طبعا الزيرو خلاص مش هيتكتب، نيجاتيف في اي واي بار 2 على 2 جي. يبقى انت القوانين دي هي في الاخر برضو جايه من الايكويشنز اوف موشن. فانت ريح دماغك، وانت كده كده حافظ الايكويشنز اوف موشن، فانت عارف اللي انا طبقتها على ايه؟ على الواي كومبوننت، وتجيب اللي تشتغل الايكويشن بتاعتك وتجيب القانون بتاعك بسهوله. طيب حاجه تانيه، ان الار ليه بعض القوانين. طبعا احنا خلاص قلنا اللي هو في اي اكس تايمز الفلايت تايم، او بتشيل التي ده وتحط مكانه 2 تي. ماشي. طب التلاته دول بقى، دول احفظهم كده زي ما هم، ماشي، ليهم بروف طبعا، بس ايه دول احفظهم زي ما هم. يعني الار ايكوال نيجاتيف 2 في اي اكس في اي واي على جي، او نيجاتيف 2 في اي سكوير كوزاين ثيتا ساين ثيتا على جي، او نيجاتيف في اي سكوير ساين 2 ثيتا على جي. يبقى انت لو معاك الانجل ومعاك الفي اي تقدر تجيب الار، او معاك الاكس والواي كومبوننت تقدر تجيب الار، او معاك طبعا برضو الانجل لوحدها والفي اي برضو اللي هي من غير التو كومبوننت، طب برضو تقدر تجيب الايه الار طبعا في وجود الايه الجرافيتيشنال اكسلريشن. دي بتبقى كونستانت على الارض اللي هي 9.8 او بتبقى 10، تمام. طب واحد يقول لي طب الار يا مستر هتبقى بنيجاتيف، اقول لك لا، ما انت لما تيجي تعوض عن الجي هتعوض عنها بالنيجاتيف، عشان انت بتبقى طالع لفوق، فالجي هتكون ايه؟ فالجي هتكون بالنيجاتيف عندك، تمام. يعني مثلا تعوض عنها بنيجاتيف 10 او نيجاتيف 9.8، زي ما نحل مسالتين دلوقتي مع بعض. فانا برضو ايه يعني ما تقفلش الفيديو الا ما تشوف حل مسائل عشان تفهم اكتر. طيب في برضو حاجه اخيره مهمه جدا، ايه هي؟ دلوقتي لو انت عندك بروجكتايل ثبتت سرعته مثلا 10 متر، الفي اي بتاعتك مثلا ب 10 متر بير سكند، مره عملت له بروجكشن بانجل 30 ومره عملت له بروجكشن بانجل 60، هلاقي ان الرينج في كلتا الحالتين ثابت، الار هنا ثابت، هيوصل لنفس الايه؟ نفس الرينج. المستر ده هيوصل لهايت اعلى، مفيش، ما طبعا مفيش مشكله، اكيد طبعا كل ما الانجل بتزيد كل ما الهايت بتاعك بيزيد، ماشي. لكن كان هنا بتكلم عن الرينج. طب ليه يا مستر؟ ايه الفرق يعني؟ يعني ايه ايه الفكره هنا؟ هقول لك ان 30 و 60 دول كومبلمنتري انجلز، ال 30 و 60 دول كومبلمنتري انجل، يعني دي بص دي ده رول عندك. يبقى اي بروجكتايل بروجكتد وذ ذا سيم فيلوسيتي وذ كومبلمنتري انجل they will reach the same range. يبقى الار بتاع ال 30 هيساوي الار بتاع ال 60، يعني البروجكتور يعني اللي انا ربطه بانجل 30 والبروجكتور اللي ضربته بانجل 60 هما الاثنين كومبلمنتري انجل، والاثنين سرعتهم واحده، ده ب 10 وده ب 10، هما الاثنين هيوصلوا نفس الرينج.
يبقى مثلا لو انت عندك بروجكتايل بانجل 20 و70 10 و8 وهكذا، طالما كومبلمنتري. يعني ايه كلمه كومبلمنتري يا شباب؟ يعني السمشن بتاعهم، سوري، السمشن بتاعهم بكام؟ ب 9 25 و 65 and so on. يعني اي ايه 50 و40 مثلا. طب ما تيجي نشوف الكلام ده على السايد بتاعنا دي مثلا. تعالى نخليها ايه، نعمل كلير. انا حتى هنا لغيت الـ resistance انجل 30. لا استنى نخليها 30 انجل 30. وصل لرينج معين. طيب تعالى بقى نغير الانجل، السرعة ثابتة هنا 18 زي ما هي. وصل لنفس الايه، نفس الرينج. انت كده قول عندك طالما التو بروجكتايل بروجكتد ويز كومبلمنتري انجل، يبقى الار بتاعتهم هتكون ايه؟ ذا سيم. يبقى الار بتاع ال 30 يساوي الار بتاع ال 60. طيب ايه تاني بقى؟ طب افرض انت بنفس السرعه دي وعايز يعني توصل للماكسيمم رينج، تضرب البروجكتايل بانجل كام؟ 45. يبقى انت لو بنفس السرعه دي عايز توصل لابعد رينج، يعني رينج ابعد من الانجل بتاع 30 و 60، تضرب البروجكتور بانجل كام؟ 45. طب ما تيجي نشوف الكلام ده برضه، نعمله بانجل 45 اهو، هتلاقي الرينج بتاعه بتاع ال 45 عدى ال 30 و 60. طبعا يعني الكلام ده لو انت مثبت السرعه في الثلاث حالات، ماشي. ما حدش يقول لي مثلا طب افرض زودت السرعه ومثلا وعملت بانجل ثاني. لا انا هنا بتكلم على اللي انت مثبت السرعه وغيرت الانجلز في حاله تثبيت السرعه. لو كومبلمنتري وصلت لنفس الرينج، لو 45 يبقى ايه؟ وصلت رينج ابعد. تمام. طيب طبعا واضح ان انا الهايت بتاع ال 60 كان اهو، الهايت بتاع ال 60 اهو كان اعلى من الهايت بتاع ال 45 وال 30. يبقى انت كل ما تزود الايه؟ الانجل، كل ما الهايت بتاعك بيزيد. ماشي، انا كده استوفيت كل الدرس بتاعي. عايز بقى نحل عليه، ممكن نحل كده ايه مسألتين انا كنت عايز اخليهم في فيديو تاني، بس تعالى نحل في نفس الفيديو. طيب تعالى كده نحل سؤال سهل علشان برضو نتعرف على الدرس بتاعنا ده. في كتاب الخارجي، سؤال في كتاب الخارجي بيقول لي هنا وخلي بالك برضو عايز اقول على ملحوظة مهمة جدا في الدرس ده بالذات، لو هو حتى مش جايب لك رسمة انت بترسم زي ما نشوف دلوقتي. هنا بيقول لي a body projected with velocity 20 meter per second at angle 60 to the horizontal. خلي بالك من الكلمة دي عشان ممكن يجيب لك في مسألة يقول لك angle 60 to vertical، يبقى يقصد الانجل دي، فانت هتجيب دي 30 فتتأكد ان هو مديك الانجل to horizontal. لو قال لك to vertical فبتجيب الكومبلمنتري بتاعتي، ماشي. طيب يبقى انا خلاص هو مديني 60 to horizontal، يبقى دي اللي هشتغل عليه. والفي اي ب 20 خلاص انت اوتوماتيك كده، هو اوريدي هو قال لك عايز الهوريزونتال كومبوننت، يعني عايز ايه؟ عايز هنا الفي اي اكس ات ذا مومنت اوف بروجكشن، وعايز ايه؟ عايز الفيرتيكال كومبوننت، يعني عايز الفي اف اي الفي اي الفي اي واي سوري عايز الفي اي واي. طيب في الحاله دي انت معاك الفي اي والسيتا، يبقى الفي اي اكس ايكوال ايه؟ في اي كوساين سيتا. يبقى الفي اي بكام؟ ب 20 تايمز كوساين 60. نعمل الكلام ده على الكالكوليتر، طبعا يديني 10 متر بير سكند، يبقى دي اول اجابه عندي. ال في اي واي عايز، يبقى خلاص ده خلصنا منه، عايز الفيرتيكال كومبوننت. طب في اي واي ايكوال في اي ساين ثيتا، ال في اي ب 20 تايمز ساين 60 يديني كام؟ يديني 10 روت 3، يديني 10 روت 3 متر بير سكند. طبعا يبقى الاجابه عندي رقم بي. عايز الفيرتيكال كومبوننت، يعني عايز الفي واي، بس ما استنى بقى، مش عايز الفي اف واي في الماكسيمم هايت، لا قال لك عايز الفي واي افتر 1 سكند فروم ذا مومنت، يعني هنا مديني تايم 1 سكند. معاك التايم، عشان كده بقول لك اشتغل بالايكويشنز اوف موشن. ومعاك الجي، يبقى انت معاك التي ومعاك الجي ب 10، ماشي. خلي بالك وانت طالع لفوق الجي هتبقى بالنيجاتيف، ماشي.
مش انت ده بروجكتايل طالع لفوق اهو، وانت كده كده انت بتطبق الايكويشنز دي على الفيرتيكال كومبوننت، فانت طالع عكس الجرافيتي، فالجي تبقى بالنيجاتيف. ومعاك الفي اي واي، معاك الفي اي واي احنا لسه جايبينها ب 10 روت 3. عايز مين بقى هنا؟ هنا بقى عايز الفي اف واي. واحد يقول لي يا مستر الفي اف واي بزيرو، اقول له استنى، الفي اف واي بزيرو عند الماكسيمم هايت، يعني الفي اف واي ده مسمى، ممكن تسميها في اكس واي في ال واي براحتك، بس اف هنا مجاز للفاينل. طب الفاينل دي مقصود بيها ايه؟ طالما انت دي الانيشال بتاعتك، فانت عايز الفي هنا في النقطه دي او الفيرتيكال كومبوننت في النقطه دي، فهسميها في اف عشان يبقى عندك في اف واي وفي اي واي. لكن الفي اف واي عند الماكسيمم هايت، حددت عند الماكسيمم هايت، اه دي بزيرو. لكن قال لك بعد 1 سكند لا، يعني طبعا في سرعه طبعا. فطبعا هستخدم الفيرست ايكويشن اهي، معاك الفي اف واي او انت عايزها، معاك الفي اي واي والجي تي، هنستخدم مع بعض اهي الايكويشنز اوف موشن. هنستخدم اني ايكويشن الفيرست، تمام ماشي. يبقى هنعملها بقى ايه؟ يبقى في اف واي ايكوال في اي واي بلس جي تي. ال في اف واي انا عايزها تساوي ال في اي واي ب 10 روت 3 ماينس، واقفل هنا بقى. ليه بقى؟ عشان دي خلاص بالنيجاتيف، يبقى خليها ايه؟ نيجاتيف، ودول تايمز بعض. الجي ب 10 تايمز ايه؟ والتايم 1 يبقى ايه؟ 10 تايمز 1 ب 10. يبقى 10 روت 3 ماينس 10 ايكوال 7.3 ايكوال 7.32 متر بير سكند، بالاجابه عندي الرقم دي. طيب حل مساله ثانيه، حل بروبلم رقم 6. وهنا بيقول لي ايه؟ If an object is projected upward at angle 30 to the horizontal، ماشي. يبقى هنا مديني to the horizontal with velocity 20، قال لي فيلوستو سكت، يبقى يقصد بيها ايه؟ الفي اي الاصليه. يبقى هنا الفي اي بتاعتي هنا ب 20 متر بير سكند. طبعا مش معايا لا الفي اي اكس مش معايا ولا في اي واي معايا. طبعا مش شرط ان انا اجيبهم، مش دايما لازم اكون لازم اجيبهم، على حسب المساله بتاعتي. هو انا عايز يبقى ماكسيمم هايت، يبقى عايز الاتش. طيب ماكسيمم هايت، يبقى على طول ارجع للايكويشنز في موشن اللي انا كنت لسه كاتبهم، الهايت اللي هو انا كاتبه هنا دي مثلا، يا اما تحله بالسكند او بالثيرد. طيب انت ايه الجيفن بتاعتك؟ تعال كده نشوف الجيفن بتاعتك في المساله. هنا مديك مين؟ مديني الانجل، ومديني الفي اي، ومديني الجي. طب ما انت في جيفن عندك عند الماكسيمم هايت، ايه هو؟ جيفن مستخبي، اللي انت كده كده عند الماكسيمم هايت عندك الايه؟ مش عندك ال في اف واي بزيرو؟ ماشي. طيب اجي ال في اف واي معاك والجي معاك والفي اي واي اقدر اجيبها، معايا في اي ومعايا انجل. طب ما هو ال في اي واي ايكوال ايه؟ في اي ساين ثيتا. يبقى ال في اي بتاعتي اللي هي 20 تايمز ساين 30، 20 تايم ساين 30 تديني 10. يبقى انت معاك الايه؟ ال في اي واي، معاك ال في اي واي، معاك ال في اف واي، معاك ال جي. اجيب على طول بانهي ايكويشن؟ بالثيرد ايكويشن. يبقى 2 جي دي او 2 جي اتش براحتك ايكوال في اف واي سكوير ماينس في اي واي ماينس في اي واي سكوير. 2 هتنزل طبعا، الجي على طول بنيجاتيف، اقوم داري ب 10 نيجاتيف 10 تايمز الهايت اللي انا عايزه عند الماكسيمم هايت دي بزيرو ماينس 10 باور 2. عايز دي لوحدها، نركز بقى مع بعض عشان في ناس هنا بتغلط. 2 تايمز نيجاتيف 10 دول على طول نيجاتيف 20، دول بالتايمز، دول تايمز دي، هروح الناحية التانية بالديفايد، يبقى دي ايكوال طبعا ده خلاص هيتشال، يبقى نيجاتيف 10 باور 2 يعني 100 على نيجاتيف 20. دي هتروح مع دي، نيجاتيف 10 على 2 ب طبعا نيجاتيف تروح نيجاتيف تديني 5 متر. يبقى الإجابة بتاعتي هنا هتكون 5 متر. ماشي. هنا عايز حاجتين، عايز تعالى نحل سبعة برضو مرة.
بولي بول is projected from the ground with a velocity of 20 meter per second. ماشي. ومدين الانجل ب 62 ذا هوريزونتال. ومدين الجي عايز ال H، عايز الماكسيم هايت، وعايز الهوريزونتال رينج. طيب معايا هنا ايه؟ معايا ال VI ب 20 والانجل ب 60 وعايز ال R وال H. تعال نحلها. بصوا لازم زي ما اتفقت معاكم ارسم المسألة. معايا ال VI ب 20 متر بير سكند، ومعايا الانجل تو ذا هوريزونتال ب 60 ومديني الجي ب 10 متر بير سكند سكوير. طبعا مش هتفرق لو ادالك 9.8 او 10، هتفرق في ارقام بسيطه. عايز هنا ايه بقى؟ عايز هنا الماكسيمم هايت، عايز ال H، وعايز كمان ال horizontal range ال R، عايز ال horizontal range. طيب احنا لسه متفقين اللي انت في جيفن عندك مستخبي ال VFY عند الماكسيمم هايت ب 0، ماشي، ومعاك ال G وعايز ال H. ايه القانون اللي بيربط ال two velocities وال H وال G؟ ال 3D equation لسه حالين بيه، اللي هو 2GD equal VF squared minus VI squared. طبعا هنا YY. طب معاك ال VIY، انا معايا ال VI بس، اوعى تتلخبط. لا انا لازم اجيب ال VIY عشان اطبقها في القانون ده. طب ال VIY هنا equal ايه؟ equal VI sin theta. يبقى هتساوي 20 times ساين 60 تديني 10 روت 3 دي ال VIY. اشتغل بقى بيها هنا، يبقى ال 2 هتنزل. اتفقنا طالما طالع لفوق فالجرافيتيشن اكسشن هتكون بالنيجاتيف. الهايت انا عايزه VFY ب 0 ماينس ال VIY، يبقى 10 روت 3 وول باور 2. يبقى دي ايكوال نيجاتيف 10 روت 3 اول باور 2 على نيجاتيف 20. طبعا ده الفاليو او الكوانتيتي كلها تروح بالايه؟ بالديفايد. طبعا هنا ال H او الهايت هنا او الديستنس اللي اقصد بيها دي هتطلع ب 15 متر. يبقى الماكسيمم هايت هنا هيطلع ب 15 متر. ده الماكسيمم هايت هيكون بكام؟ ب 15 الهايت. عايز بقى الهوريزونتال رينج ال R، اجيبه ازاي؟ القانون بتاعه احنا لسه كاتبينه في المساله او في سوري في الصفحه بتاعت القوانين. R equals VIX multiply flight time، او بالكذا قانون اللي كنت كاتبهم مرة بعض برضو ممكن ينفع عندي. بس تعالى نجيب ال R بالقانون ده. انا لو عايز اجيب ال VIX اجيبها ازاي؟ والله انا عايز اجيب ال VIX هنا. يبقى ال VIX equal ايه؟ equal VI cosine theta. يبقى equal 20 times cosine 60 تديني كام؟ تديني 10 متر بير سكند. طب معاك التايم الفلايت تايم؟ لا معيش، بس انا اقدر اجيب التايم تيكن تو ريتش ماكسيمم هايت. اجيبه من انهي ايكويشن؟ اجيب التايم الصغير منين؟ ما انت عارف ان تي كابيتال ده بيساوي 2 تي. طب اجيب التايم الصغير منين؟ من الفيرست ايكويشن او السكند ايكويشن. هاتها من الفيرست ايكويشن. فيرست ايكويشن بتقول لك ايه؟ في اف ايكوال في اي بلس جي تي. احط واي واي، طالما بروجيكتور از انجل بحط واي. في اف واي عند الماكسيمم هايت كيك انت قلت لي ده بزيرو. الفي اي انا لسه جايبها حالا اهي 10 روت 3 اهي 10 روت 3 ماينس 10. طبعا قلت ليه ماينس؟ عشان طالع لفوق في الجرافيتيشن اكسجين بالايه؟ بالنيجاتيف تي. هنا بقى في غلطه بتغلطوا فيها كلكم. هنا ينفع اعمل 10 روت 3 ماينس 10؟ لا طبعا ما ينفعش. دول كده لوحدهم حطهم جوه براكت. ليه؟ دول دي 10 تي مش 10، دي مش 10 دي 10 تي. فايه اللي يحصل بقى؟ دي الساين بتاعتها بوزيتيف، هتروح الناحيه الثانيه نيجاتيف، هتبقى نيجاتيف 10 روت 3 ايكوال الساين دي بتاعت ال 10 تي، يبقى نيجاتيف 10 تي. عايز تشيل نيجاتيف مع نيجاتيف دلوقتي؟ ماشي. يبقى تاني هتروح بالديفايد، مش دي ال 10 دي تايمز تي، هتروح تحت بالديفايد، يبقى تي هتساوي
10 روت 3 على 10. 10 تروح مع 10 تديك ايه؟ روت 3. عايز الفلايت، انا بقى عايز اجيب الار الهوريزونتال رينج اهو. اهو بقى هنا يبقى الار ايكوال في اي اكس اللي انا جبتها اللي هي ب 10 ملتبلاي الفلايت تايم انت قلت لي 2 تي، يبقى 2 ملتبلاي التي سمول 10 روت 3 بيديني 20 روت 3. طيب في المسألة هنا جاب في الاختيار جاب لي 20 روت 3، لا جابها لي بالايه؟ بالديسيمال. يبقى 20 روت 3 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 34.6 اللي هي الإجابة رقم ايه؟ بص المسألة دي فكرتها حلوة. رقم 8 هنا مش مديني الفلوستي أصلا، لكن مديني أنجل، وبيقول لي ايه بقى؟ and return to the earth surface after 4 seconds. يعني هو projected ورجع الارض بعد 4 ثواني، يعني طلع لفوق ورجع بعد 4 ثواني. يعني هيبقى التايم اللي مدوني ده اللي هو مين؟ اللي هو الفلايت تايم. ده الفلايت تايم كده اوتوماتيك، معلش التايم تيكن تو ريتش ماكسيمايت، لا ده اللي قال لي هنا تايم تو ريتيرن ذا ايرث، يبقى ده فلايت تايم. يبقى على طول التايم الصغير بتاعي بكام؟ ب 2 اوتوماتيك. مش احنا اتفقنا الفلايت تايم يساوي 2 تي، والتي دي اللي هي التايم تيكن تو ريتش ماكسيمم هايت، فالتايم تيكن تو ريتش ماكسيمم هايت ب 2. ماشي، عايز الانيشال فيلوسيتي يبقى عايز الفي اي، وعايز الهوريزونتال كومبوننت بتاع الاوبجكت فيلوسيتي عايز الفي اي اكس، وعايز هنا الماكسيمم هايت. ماشي، تعالى نحل المسألة دي. يبقى هنا مديني الانجل ومديني التايم. هنا مديني يا شباب الانجل 30 ديجري، ومديني التايم بتاعي 4 سكند اللي هو فلايت تايم. يبقى انا كده التايم تيكن تو ريتش ماكسيمم هايت ب 2 سكند. طبعا زي ما اتفقت معاك بترسم المسألة عشان تبقى فاهم انت شغال ازاي. هنا كده كده لازم اجيب، طبعا هو عايز اصلا الفي اي. طيب تعالى ما نشوف انت التايم الصغير ده، انت قلت لي التايم الصغير اللي هو ايه؟ اللي هو 2 سكند ده، اللي هو عباره عن ايه؟ تايم تيكن تو ريتش ماكسيمم هايت. طب ما انت ماكسيمم هايت كده كده انت عندك في جيفن مستخبي بالفي اف واي بزيرو، ومعاك التي والجي مديها لك بتن. الجي في المساله مديها لك بتن، الجي بتن. طيب طب انا ممكن اشتغل بالفيرست ايكويشن اللي هي في اف واي ايكوال في اي واي بلس جي تي. التايم معاك ب 2، الجي طبعا ايه؟ بنيجاتيف 10. طبعا انا عوضت معلش من الاخر الاول بس مش تفرق. الفي اي واي اقدر اجيبها والفي اف واي بزيرو. طب انا عايز دي لوحدها نيجاتيف 10 تايمز 2 نيجاتيف 20، يبقى الفي اي واي ماينس 20 هتروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، يبقى الفي اي واي هتساوي ايه؟ 20 متر بير سكند. دي انهي؟ دي مش الفي اي، لا دي الفي اي واي اللي هي دي. عايز الفي اي بس، طب ما انت عندك قانون بربط الاثنين مع بعض اللي هو بيقول لك ايه؟ في اي واي ايكوال في اي ساين ثيتا. عايز دي لوحدها ساين ثيتا تروح بالديفايد، يبقى الفي اي هتساوي في اي واي ديفايد ساين ثيتا. في اي واي اللي هي ب 20 ديفايد ساين 30 تديني كام؟ تديني 40 متر بير سكند. ماشي، كان الفي اي خلاص جبتها اول جيفن او اول سوري انون ب 40 متر بير سكند. طالما قال لي انشال فيلوستي وسكت، ما قاليش انشال فيرتيكال. لو قال لي انشال فيرتيكال يوصل للفي اي واي، لو قال لي انشال هوريزونتال او يعني هوريزونتال كومبوننت ات ذا مومنت اوف روتيشن، هنا عايز الفي اي اكس. ماشي هجيبها تمام، لكن قال لي انيشال فيلوستي سكت، هنا عايز الفي اي بس. ماشي خلاص جبت الفي اي ب 40، عايز الفي اي اكس. طب خلاص انا جبت الفي اي، او حتى على فكره الفي اي اكس ممكن اجيبها حتى لو معايا الفي اي واي عن طريق التان. يعني الواحد انا برضو يقول لك انت الفي اي اكس ايكوال في اي كوزاين ثيتا. بمنتهى البساطه انا عايز الفي اي اكس هيبقى الفي اي بتاعتي اللي انا جبتها اللي هي 40 تايمز كوزاين 30 اديني كام؟ 20 روت 3.
10. اللي هي بالديسيمال 34.64. ماشي 20√3. هو واخد بالك 20√3. ماشي ممكن اجيبها بطريقه ثانيه اللي هي ايه، مش تان ثيتا ايكوال واي على اكس، يبقى ايكوال في اي واي على في اي اكس. ممكن اجيبها بالتان. يبقى انت لو عايز الاكس طبعا هعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، يبقى في اي اكس ايكوال في اي واي على تان ثيتا. دي طريقه ثانيه للحل. طب اخر حاجه هو عايز مين؟ عايز الماكسيمم هايت. ماكسيمم هايت يبقى ايه؟ هنستخدم هنستخدم بقى ايه، يا اما السكند او الثيرد. هايت على طول يعني ايه، بتبص على السكند او الثيرد. عايز تجيبها بالسكند، تعالى كده نجرب نجيبها بالسكند. يبقى ما انت كده معاك التايم الصغير، مش دي ايكوال، عايز تكتبها اتش براحتك، دي ايكوال في اي تي بلس هاف جي تي بورتو. تمام، يبقى ايكوال الفي اي واي احنا جايبينها ب 20 تايمز 10 بكام؟ ب 2. طبعا دي هتبقى بالنيجاتيف. ليه؟ عشان ده هعوض عنه بالنيجاتيف. فانا بريح دماغي بكتب البلس هنا بعملها ماينس، واللي جوه بقى ايه كله تايمز بعضه. يبقى هاف تايمز الجي ب 10، خرجت النيجاتيف بتاعتها بره، تايمز التي بكام؟ ب 2 بارتو اللي هو 4. اعملها 2 بارتو عشان برضه الناس ما تتلخبطش. 20 تايمز 2 ب 40 ماينس نص ال 10 5، 5 في 4 يبقى 20، يبقى اديني 20 متر. يبقى عندي الهايت بتاعي دي هنا مقصود بيه الماكسيمم هايت ب 20 متر. يبقى الاجابه عندي هتكون ايه؟ 20 متر. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.